احنا حبينا في مهد الأقليل يستيل سينما كفهم كريم نقرب شوية أغل نسمع بعضنا نائب رئيس سيد وليد مرين سيد صاحب نساء سيد وليد محسن سيد دمو في الدولة دي أحبيكم في ديفكم العب سوسي هي تقريب مدنية بشي نعرف لكم تقريب اجتماع بتاعنا شنو بشي نقاط كبيرة بشي نفهم أول حاجة ساعة مدنية احنا كنا للجمالية كنا كذا ليش نتمنى ان نشان نتعرف شنو كل واحد باش يعرف نفسه في الجمعيه شنو عرف الناس كلهم سامحني الرئيس بربي قبل كل شيء سي لطفي مش عارف الكلمه ممثل لازم الرياضي ساعه خاطر عنده انجازمون تفضل سي لطفي سامحوني في البرنامج الساعتين دونك مش لا غالب اوكي مش مشكله سي وليد هي الحقيقه مبادره طيبه والفكره طيبه ياسر وقاعد استحسان الفكره هذه من طرف الإطار الفني تاع الإطوار كله نعرف نفسي لطفي لك رئيس الأكاديمية ونائب رئيس مركز الشبان بنجم الرياضة الساحل اتفقنا مع الإدارة وما عندهم ماتش اليوم كان في البرنامج مش أحلى السي جلال ولا الكاتب العام مبادرة طيبة انيسياتيف لا يعطيكم الصحة وهذا في إطار لم الشم وهذه حاجة دقيقة نستحقوها في البريود هذه الرياضة ككل نظرة للرياضة تبدلت سورتو في على جانب الفوتبولستيك تبدل في العالم الكل دونك اوتوماتيك مش تبدل حتى ابناء اقليميين ووطنيين وجهويين النوادي اشتغلت على رسم الفيراسيون والاجتماع هذايا اللي كانت موجوده هذايا هي كانت معناها ندوه صداقه افون غارتيز بارابور ياسر حاجات اخرى اشتغلت دونك السيكتور نتاع السبور راه قاعد مش يتطور واحنا وهذه الحقيقة جي أبريسي الحكاية هي على خاطر باش نكونوا لي بيوني نكونوا سباقين في التغيرات هذه اللي صارت أو صارت في أوروبا والبعض جاي لهنا ووصلت دونك لازمنا نحضروا أرواح. وليد الهلالي مرافق شبان مكان لمدة 33 سنة. أنا أكبر من شغل. حبيبي من كل. وغادي شرايقة كسوي فرعون شبان القرية. مسؤول على فريق الأصابع مش على المساعدة. كل سبان فريق نصر رئيس جمهورية نادي كرة القدم بصور خصوصا. فادي بوكيلا مدرب نادي كرة القدم بصيادة وجدت واحد يجيب جاي بعد مسؤول خاطر ما فهمناش بالاستدعاء ما وصلناش الاستدعاء بس ما وصلناش الاستدعاء توفيق البارح أنا الصغير رئيس النادي الرياضي منزل فارسي رئيس النادي أنت فاتح مبروك بعد ورابط وانت سيد هذا في سياق نائب الرئيس أمين الله مع سوسي مرحبا فاشدي إن شاء الله الكابر مرحبا فيكم الناس كل فلو فيكم الحضور مكان الطويل في جمعية فلسطين مرحبا فيكم خصوصا زي مليون فلسطين ترشحوا 8 مشيو ديريكت على الربع النهائي، الربع النهائي مش يكون في عند الملعب السوسي، عند الملعب السوسي، نصف النهائي كيف كيف على الملعب السوسي، والنهائي ان شاء الله اذا نجحت الدوره مبدئيا في الملعب السوسي، اما اذا نجحت الدوره ومشى به فما امكانيه اني نعمل نهائي في اولمبي ان شاء الله، نحضر الناس كلهم ونعطيهم اشعار كبير، ان شاء الله تعاون الميديا وتعاون رؤساء الجمعيات وتعاون الدكتور في نصيب معهم ليش. اخترنا تقريب مبدئيا 15 ديسمبر نهار فرع بعد ما يدور نهار 14 ديسمبر ان شاء الله الافطار تعطينا اثنين الجمعيات المترشحه نهار 15 باش نستغلوا ممكن اكثر هي في القنوات الاذاعات نعملوا فيها الفرعه نتاع ثمانيه جمعيات المترشحه 15 ديسمبر نهار 20 21 22 مبدئيا باش يكونوا نهائيات هذا مبدئيا علاش قلت مبدئيا بالقرعه القرعة نهار 15 ديسمبر واحنا ندخلوا في عطلة نهار لوكاس هذيك نقول مبدئيا راه هذيا الهيكلة اللي
التصور العام. إذا فرنا حاجة على مصلحتكم أنتم ومصلحتنا إحنا نكون مصلحة، مش المذهب والتاريخ ولا حاجة، هذا موجودين إن شاء الله في حال غير النقاش المسؤول. بالنسبة لل شفتوا أنتم في المراسلة اللي بعثناها لكم، نعرف لكم إن شاء الله جمعية كل مرة أخرى فاكس ويل الكتاب العشرين لتأكيد المشاركة. نهار اليوم إن شاء الله 6 العشية يتسكر سيد الترشحات المشاركة في الدورة دي باش نعرف احنا باش نعطيه الإيرادات ونقولوا له ها يا رب تسوس ها قداش عندك من الجمعية باش تشارك في التصحيح دي يا رب تستير ها قداش باش هو زاد البيت يعرف خاطر عنده بطولة وعنده ماتشوات تزيد ما تعرفش القانون ما تنجمش تلعبهم 6 1 ما تنجمش نهار 48 ساعة في الجمعة يزم 48 ساعة و 48 ساعة باش تخلوا من الجمعة نسكوا الطاقة في الليل هذه كلها طاقة دونك ان شاء الله نتعاون باش نوفر حاجة بين الوقت باش نعملوا لها جمعية باش تشارك باش تعمل لها درجة واحدة وتعمل لها جدول واحد. نهار الأربعاء إن شاء الله آخر إجازة 6 العشية إجازة يعني تأكيد المشاركة وإن شاء الله تبدأ التصفيات معناها كل رابطة حرة نهار الأربعاء نهار الخميس تبع كل الرابطة نهار الخميس تبدأ التصفيات بالنسبة لي اللي هي كرئيس جمعية ملعب سوسي أو كهيئة أو كلجنة منظمة التصفيات مش تبدأ نهار الخميس كل رابطة حرة باش تعمل تصفيات المهم كل رابطة 14 ديسمبر تمكن اللجنة المنظمة من زوز الجمعية تاع الولايات فما ولاية المستير رابطة المستير عند زوز ولايات اللي هي مهدية مهدية ومستير هي معناها تقريبا مش نجيب لنا 4 جمعيات بالنسبة لرابطة التوفيق إن شاء الله نهار 14 ديسمبر مش كنت هذا على بالي الناس كلها تكون منظمة باش تنجم تنجح الدورة 14 ديسمبر ان شاء الله نعرف شكون من الجمعيات اللي باش ترشحوا للنهائيين وان شاء الله تكون منافسه قويه وان شاء الله تكون دوره ناجحه وصحيح تضيع ملعب السوسي والفكره الى معناها من الملعب السوسي وكذا حتى لو كان انا قلت لك مع زملائي في الجمعيه الاخرين اذا فرضنا مثال باش تعمل دورات اخرين في اصناف اخرى من توا نتاكد لكم المشاركه بتاعك في جونيور في الكاديه كذا هي شنو خذينا الكاديه كملعب سوسي اذا جمعيه اخرى مستعده باش تعمل احنا نشاركوا نلعب مو طويل مازال 40 مازال مارس مازال 40 مازال السيزون ان شاء الله تعاونونا بالتنسيق مع رؤساء الجمعيات مع الجمعيات الدوله هذه ما تنجحش بالملعب السوسي بارك ما تنجحش بالرشاد المشكوره مسبقا تنجح بالجمعيات المشاركه في الدوله هذه وكذا توفيق للنجم اكل مشاركته مستير كيف كيف مكان الهدايه حاضر الجمعيات الكبار اللي عندنا في الساحه تقريبا في هذا تقريب شابه بارك الله فيها كل فما حاجه جديده نقول لكم حتى شنو نهار الخميس نقول لكم شنو الجمعيات اللي اكدت المشاركه نتاعها وقسم لكم كل ولايه باش تعرفوا شنو الجمعيات باش بعد الرابطه هي تعلمكم كيفاش تعملوا او حره هي تصفيات كيفاش تعمل الرابطه هي ان شاء الله مشكوره كما قلت لك ان شاء الله هي باش تجيب لنا تصفيات لا ان شاء الله باش نبداو من غدوه الصباح ولا اليوم احنا جاوبوكم تاكيد والله شوف هو تو مبدئين انتم والله مبدئين انتم انا راح على السؤال هنا ولا اليوم شو مين من هذا اليوم اللي هو المشاركه انا عندي مشاركه بالنسبه لانتم المفروضين فماش نقول المحاضرين مشاكل في الحقوق في المشاركه ماشي كل التقريب ما لم ينقص من المشاركه لا ما اسمع شوف حر تضافر كبدايتها به وشعرها تحس به الحمد لله سيرتو هذه كلمة لم الشم الظروف الفور به البلاد واحد شيء ان شاء الله معناها تكون بادرة طيبة وباهية واحنا نعرف على كيفية كبار ونستير تعرف امورها الامور هذه لكن اكيد تشارك معناها نستير تقوم معناها اي معناها بون نعرف ظروف المر بها الجمعية إن شاء الله بدرة طيبة وشيء فرح كون العائلة الصغيرة هذه الرياضية كونها تتلاقى في المناسبات هذه واسمه نجموا نفوس أكثر من هكذا وراهم ما نستهانوش عندنا حتى معناها عندنا وزننا الأربع ولايات هذوما عندهم وزنهم من عدد معناها جمعيات من طاقة عدد الجمعيات كي عدد الجمعيات كي قرار
عرفت معناها تقول معناها وسيم ضغط وزيد قرار باش نربحوا حوايج كيما مثلا في ما يصب في صالح معناها كرة القدم معناها بصفة عامة الوطنية والإقليمية والمحلية. إن شاء الله يا ربي تعاونونا على إنجاح القضاء. أنا مؤمن بها وكلاش كيما سوي أونجاجي معناها بلمون وإن شاء الله أنتم في المثل وإن شاء الله ربي يوفقنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح بالخير نحب نشكر السيد صاحب الفكره رئيس جمعيه الدعوه السوسي مشهور ياسر على الفكره النيره واللي نابعه من فكر معمق اصلاحي ماهوش خطر اي انسان باش يعمل اي مسؤوليه في دوله ولا حاجه يتطلب جهد ووقت واتعب فلهذا نشكر اعضاء الرابطه ورئيس رؤساء الرابطه اللي تبنات الموضوع هذا باش طرحوا وباش تضيف الاتعاب نتاعها من مهامها اللي قاعده تساير فيه اتعاب اخرى كانت تجب تلغي والا تعرض على الفكره باش توفر الوقت لها مهام اخرى يعني خذيت على اعطيتها اتعاب باش تبنى الفكره هذه اللي نتصور تامين بها وان هي فيها نظره اصلاحيه للكره ككل في تونس اللي هذا المشكل اللي نعيشوا فيه وان الناس اللي كتبت لها بالسنيور وتترك الاصناف هذه الصغرى اللي منسيه ما فيهاش حتى ما نتصورش اللي كان فما 5% من اي من اي مثلا قيمه ماديه تتفرق على الـ على الـ على الشبان هذول يعني فالفكره هذه شوق على الاهتمام بصنف الاساطير ونرجو اني بالمداخله هذه من الخيال وانهم يكبروا فكرهم في التجربه الاولى هذه اكيد باش تكون فيها مصاعب باش تكون فيها اخلالات وناتجه عن حول الفكره يعني فهمتني فلهذا باش تصلح في المستقبل ونحاول احنا بمجهوداتنا الخاصه وفكرنا وكل شيء وانا نتعقلوا ونصلحوا اللي نجم نصلح واللي باش نوضعوا عليه الطرف ولنا احنا فرصه هذه هذا مش شكون باش يربح في الوحده هذه بالنتيجه هو اللي باش يكون متبرعها اللي باش ينجح المساله هذه هو قاعد ينجح في الشباب وانه باش يلقاو فرصه باش ينهروا في الساحه هذا روحي هو السبب مسؤول عن تاكيف الدوله هذه وانا اخذ مليون هنا حتى حبيت نشاطر الخيال اللي كان يتكلموا راهو الكاليفيكاسيون تاع الجوار اول حاجه تعرفوا نعطيكم فكره معناتها تعرفوها انتم بالنسبه للحكم اول حاجه هي سلامه اللاعبين راهو الجوار كان فيه اللي اسيوري تو باش نلموا اربع ولايات واربع معناتها شبان تاع اربع ولايات باش يتكلموا للتعارف كذا الناس الكل كلجنه منظمه وكان معناتها الجمعيات المشاركه باش يساهم في انجاح الدوره هذه على خاطر الدوره هذه مفتاح الدوره الاخرين دونك من الاساس اذا كان جيبش نبنيه وراحنا حاجه نبنيه على اساس صحيح دونك الجوارات اللي مش يكونوا اللي مش يلعبوا يزموا يكونوا كاليفيين على اولا بسلامتهم تعرف الفوتبول كان جو دو كونتاب وفيه لاعب وفيه كذا وليد صغير الجوار مو كاليفيين لا يقدر يصير له حاجه مشكله للناس كل ولهذا باش نبداو الناس كل على نفس على قدر المساواه الجمعيات الكل راهو جوار لازم يكون كاليفيين دور سلامته غدوه يصير له مشكل والديه تولي هو معناتها الولد هذا كي والديه سيكون انك انت معناتها الامانه عندك كرئيس جمعيه او كجمعيه اذا كان يقدر يصير له حاجه وهوش اسيوري شنو نقول له راهو دوره ماهيش دوره تاع حبينا تكون معناتها مقدره بارك الله في المجموعه هذه اللي حاضره والديه عمل مجهود كبير وسي عبد المجيد باش معناتها لم الاطراف الكل معناتها باش تكون الامور حتى الامور التحكيم باش تكون الامور معناتها الامور بريكلا معناتها ديزاربيتر معناتها اللي قاعدين يحكموا معناتها في الدوري تاع اللي ماسك الشامبيونات شيء باش تبدا امور بريكلا باش نعطيو الحقوق للناس كل ولهذا من الانسب كون الديبار نتاعنا يكون على قرار صحيحه باش تبدا الناس كل متفاهمين هذه فيه اون بريفوار يا خويا كان الفوتبول فيه مشاكل فيه زاكسيدون فيه كذا مانيش نضيف لكم حاجه معناتها برشا جوالات اذا كان انت ماهوش كالي فيه ماهوش اسوري شكون باش يتحمل مسؤوليته؟ ولهذا كان اقتراحي ضمن اقتراح ضمن صوتي السيد رئيس الرابطه جوالات اللي مش يلعبوا تقول لي ليسونس ماهوش حاضرين يا خويا باش قاعد يكون كان شوطي داير حتى تقول لي ليسونس قديمه ليسونس قديمه تبدا في نسخه نقول لك كان كونتي معناتها لازم تكون معناتها اللي ما لها واحد ار دي ليسونس ديبوزي لكن ليسونس ديبوزي معناتها بطاقه طريق النسخه نتاع بطاقه طريق تاعه موجوده والدوسي تاعه ليك السيرتيفيكا ميديكال تاعه ليك كل شيء
ماذا بنا ما جمعية اللي معناتها عندها جوائز مكلفين مش مكلفين معناتها مازال يحرصوا في المده الموجوده باش الجوائز باش تكون مكلفين. وهذاش حبيت نشارك فيه وبارك الله فيك. هنا توا الملاحظه اللي قالها زميل توا شنو حابين احنا قاعدين الملاحظه هذه سي سي ناخذ معنا الاقيمه راهو في دقه تاريخ نجم تاعك يا خويا كانت نجم توصل لنا شويه شويه عندي كيما هذا تصبيح تبدا مره شويه هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه احنا حسب قلت لنا من الاول بدينا نوجه ما عرفش على النتائج الهدف منها هي الثوره هذه نتاع الشباب وانا قسم مستوى حق كان المدرب والمورمين ولا